تاج الأصحاء. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الدوري الذي نتناول فيه موضوعا بالغ الأهمية حول صحة أجسامنا وحمايتها. نبدأ معا بعرض بعض صور تتضمن قواعد سلامة أعضائنا. تمثل الصور المعروضة أمامكم الغذاء الذي نتناوله، فما السلوك الصحي الواجب اتباعه لتستفيد أجسامنا منه؟ تفضل يا عبد الله. يجب أن يكون الغذاء متكاملاً ومتنوعاً لتتم الاستفادة من قيمته الغذائية والتقليل من تناول الوجبات السريعة لاحتوائها على دهون مشبعة قد تسبب لنا الضرر، وتناول الوجبات الغذائية في مواعيدها بانتظام. أحسنت يا عبد الله. وماذا عن صحة الأسنان يا أبنائي؟ إن صحة أجسامنا تبدأ من صحة الأسنان، وعلينا أن نحافظ عليها نظيفة باستخدام الفرشاة والمعجون وعدم تناول الحلويات بكثرة، لأنها تؤدي إلى تسوس الأسنان، وعند الشعور بالألم يجب مراجعة طبيب الأسنان. الصورة التالية تمثل سلوكاً سلبياً يؤثر على البصر، فما طرق حمايته من الأذى؟ علينا أن نترك مسافة كافية بيننا وبين شاشة التلفاز أو الحاسوب كي لا تصاب العين بضعف الرؤية، وكذلك حماية أعيننا من أشعة الشمس. بارك الله فيك يا فيصل. ما الطريقة التي تستوجب منا الحفاظ على سلامة الأذن؟ تفضل يا فهد. إن الأذن جزء حساس يتطلب منا العناية بها، وذلك بعدم استعمال المواد الصلبة في تنظيفها للمحافظة على الجزء الداخلي فيها، والابتعاد عن مصادر الإزعاج والضجيج الذي يؤثر على صحة الأذن. أشكركم يا أبنائي، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء ونعمة من نعم الله تعالى على عباده.